شركة إير ستريت الرائدة في مجال العلامات الرياضية تأتي لكم بالجديد. علامة بيك لأول مرة في الجزائر لترافق ديزيت فايت، البرنامج الأول من نوعه في الجزائر. التحدي أرامي، عصير مستخلص من ألذ الفواكه، كله بنا ذوق وحلاوة، بنكهات متنوعة ومنعشة، معاه تحلى اللمة والمتعة مضمونة. أرامي هو البنين. هذا البرنامج برعاية رامي. ديزيت فايت سيزون 1. ديزيت فايت مكان بكاسا. ديزيت فايت مكان بكاسا. ديزيت فايت مكان بكاسا. في بلاك نايت، في بلاك نايت. هادي رياضة وجهك في وجهي، مكانش حقادة. فايت كروشي باركيت، غير تخفي لي يجيك اللو كيك. لو كيك الواحد ريد معانا، اخطيك من طريق العيانة. سكة دهباني في يدك امانة، ياك سلطان اللعبة ما فيه الخيانة. ما في الخيانة، خطيك بالزنزانة، طلع في المكان، ردي الوالدة راه عيانة وتعبانة. نوضو كومباطي ما تبقاش متروح، حلق ونطير جناحي مجروح. ساقوش دروا طاح، زيد نوضو قصح. خاوت لمينا والخير تمنينا، شقينا وعينا سمينا الماكينة، سلطن المدينة في كاسة لمينا. وينر شامبيون، وينر شامبيون، وينر شامبيون. أيام قليلة تفصلنا عن النهائي المنتظر، نهائي القفص. وبعد العمل البدني التكتيكي وحتى البسيكولوجي الكبير اللي قاموا به لفايتر تانا، كان لابد من يوم راحة يكون فيه المصارعين المعنيين بلاغوند فينال على موعد مع ترويح عن النفس والخروج ولو قليلا من ضغط النهائي. هو الأمر اللي فكر فيه منظمو ديزيت فايت وعلى رأسهم أمين زموري وياسين ساعي. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام راح تكون خاصة تحت شعار أنت منافسي ولست عدوي. ديزيت فايت كانت في رحاب ولاية مضيافة وهي ولاية بازا. أما أنتم مشاهدين الكرام تابعوا حلقة اليوم وابقوا أوفياء لهذا البرنامج لأن منازلات النهائي على الأبواب. جورنيه واحده اخرى، مغامره واحده اخرى. اليوم رانا واجدين في تيبازا، نحيي الناس تي بازا، نقول لكم نشكركم اللي استضفتوا ليكيب تاع ديزيت فايت وبوكو بليس عند من عند الكلوب سوماغين الخاص بتي بازا. الله يرحم السيد عبد الله علواش، فيصل علواش، نقول لك مرحبا بك. مرحبا بكم انتم عندنا، يعطيك الصحه على الاستضافه. مرحبا بليكيب اللي جات. انا حبيت برك نجيستي في واحد الحاجه. اليوم كنا حنديروا لابلونجي سوماغين، كنا حنديروها في البحر، من بعد لا طومبيراتور تاع الماء راهي بارده بزاف، ونعرفوا بلي زات تاعنا ما بقالهمش بزاف على النهائي. دونك كي سقسينا الاختصاص قال لك بلي البرد بزاف، ساس بو اريفي
نيمبورت كيل اتليت بالك يكون عنده لاغريب، ونعرفوا بلي لاغريب تقلل من امكانيه تاع الرياضي فيزيكمون ولا تكنيكمون. دونك اون بريفير ولا نصحتونا باش نروحوا لابيسين. دونك حكينا جلوبالمون وشنو هي لا بلونجي سو مارين، واش تمد، واش الحلاوه تاعها، وشنو هي لا بلونجي سو مارين؟ وشنو هي لا بلونجي سو مارين؟ كل واحد وين شي يحب يديرها، كاين اللي يحب يديرها للترفيه للوزير، وكاين اللي يحب يتعلم لا بلونجي سو مارين باش يخدم بها، يدير بي 1 بي 2 اكسيتيرا بي 3 باش يدخل لا بلونجي سبيسيالي لا فوتو سو مارين، لي تروفو سو مارين، الكاريناج، كاين بزاف صوالح، كل واحد وش يحب يدير. وانت انت وشو الاختصاص تاعك؟ انا الترفيه ولا فوتو سو مارين. تدخل تحت الماء وتصور؟ نصور. احكي لي تحت واش كاين، عالم واحد اخر؟ عالم واحد اخر، عالم صوره بدون تعليق. عالم واحد اخر. اسك بارابور للرياضيين تاعنا راهم داخلين على الكومبيتيسيون، لا بلونجي سو مارين كيشوفوا واش كاين تحت الماء، اسك يتسولاجاو مورالمون؟ يتسولاجاو بارابور لا بريسيون اللي عندهم؟ يتسولاجاو 100%. راهو راح يعيش في عالم اللي ماهوش تاعو. أو راح في عالم واحد اخر يكون فيه ضيف. صافي. اش عندك انت في لا بلونجي سو مارين؟ 2008 تقريبا 13 سنة. صح، مارس رياضة قتالية ولا جامي؟ ما مارس. خلاص حنا اليوم نديرو معاك لا بلونجي سو مارين ونقولها مالوريزمون راح نديروها في لابيسين. احكي لي شنو الفرق ما بين لا بلونجي سو مارين في البحر، نعرفوا هي الـ هي الـ هي المليحة، ولا بلونجي سو مارين في لابيسين كمان رايحين دركا بارابور للجو بارابور للبيوت؟ لا بلونجي سو مارين في لابيسين اون بيسين كواريوم ما ثابت فيه، ما فيه حتى حاجة يعني اللي جديدة. ميزابار البحر، البحر فيه كلش، تشوف لي زاك، تشوف الحوت، تشوف كاين دي بروفوندور اللي تقدر تراهم، كاين دي غروت، كاين لي طوال دو مار، تشوف لي بواسون، تشوف بزاف صوالح اللي تقدر تشوفهم اللي بالك ما شفتهمش انت، تشوفهم غير في التلفزيون برك، هذا ما كان انت راك في الواقع تاعهم. انا على بالي بلي كاين بزاف لي زات اللي راهم حاضرين معنا اللي تابعين الديزات فايت، غير على الكوتش اليات ولا كوتش مراد ولا كوتش الوناس اللي بالك كاين اللي داروا لا بلونجي سو مارين، كاين اللي ما داروش، مي كاين الرياضيين اللي قالوا لي حمزه رانا حابين هذه المغامره باش نتشبكوا في البحر باش نشوفوا واش كاين لتحت. ولكن اسف منهم نقول لكم لا غالب اليوم لا بلونجي سو مارين ما نقدرش نديروها في البحر بارابور لا كومبيتيسيون، راح نديروها نخلوها فرصه واحده اخرى ان شاء الله من نديروها وما نخليها كلشي يقلبكم، راح نديروها في لابيسين. ليكيب ما ننساوش دي زاد فايت دي زاد فايت، هاي تكرو العربي.
فلا بيسين بون الاولانيه داروا دي باتام باتام دي بلونجي افيك بوتاي دي بلونجي تحت الماء ترمنا بهم بالا تحت الماء افيك بوتاي لون بوك سيتي ورانا نمشي معهم وكانوا فرحانين يعني وكانوا يديروا دي موفمون تاع الموفمون تاعهم تاع السبور ديالهم تحت الماء. والله غير صافي بليزير كشغل جابوا لنا هنا عاودنا كشغل بدلونا كاع خرجنا شويه من الكومبا درنا شويه ترفيه هذه داونا نعوموا منا والله غير صافي بليزير كشغل انا وحده كشغل ارتحت كشغل سولاجيت بزاف بزاف جازت بزاف هايله تما يعطيهم الصحه طاقم دي زاد فايت اللي يخموا في هذه المبادره باسكو صح فريمون انا بيان سولاجي مع الاول جازت بالحقره جميع واحد تيتاي رمينا لداخل باسكو ما حبوش يعاونوا على الاول ومن بعد تيكايتوا علينا لي كوتش ومن بعد دخلنا في لا ناتاسيون والغوص وفريمون جازت بيان وكاع لي زاتلات تما كانوا ولا اوتار فريمون صافي بليزير. بون انا دخلت معاهم باسكو انا تاني تلازمني شويه روبو شويه دي كونتراكتي شويه ونلعب معاهم لي زاتلات تاوعي ولاو خلاص رانا رايحين معاهم شحال دوكا يوليو شغل خاوتي ولادي خواتاتي شايفه تما جيت انا تاني باش نديفولي معاهم كيفاش نشوفهم يعوموا وانا نريح نشوف هذاك كشفنا. مغامرة واحدة أخرى في برنامج دي زاد فايت، رانا متواجدين في تيبازا باش نمارسوا رياضة لو شون دو تير. كارابيلا، كابوس، بيستولي، ومعايا أحد المدربين فيما يخص لو شون دو تير الخاص التابع لوزارة الشباب والرياضة، والتابع كذلك لمديرية الشباب والرياضة لولاية تيبازا، معايا أحد المدربين، نقول لك يعطيك الصحة، ماشي استقبلتنا. ماشي يعطيك الصحة أنك استقبلت ليكيب تاع دي زاد فايت، ليكيب أ. وليكيب بي اترافير ان شاء الله قول ان شاء الله اترافير يوما وشون دي تير هذايا راح نديروا هكا بتي تشالنج بيناتهم يا درا شكون راح يربح لا ليكيب ا اللي تراسها سيلو الناس ولا ليكيب بي اللي تراسها سي مرات وبون شوز كامل لي زاتليت نخلي خونا يكسبليكي لكم واش معناتها شون دي تير وشنو هما المراحل اللي راح يجوزوا علينا اليوم باش نعرفوا شكون الرابح ولا شكون الخاسر. اولا مرحبا بكم في ولايه تيبازا ورانا متواجدين في حقل رمايه ل 10 امتار هواء مضغوط يعني 10 امتار هي المسافه التي يسدد بها الرامي باسلحه بندقيه عش مضغوط او مسدس واللي هو بيستول. كما قال اخي راح نشوفوا منافسه بين فريق ا و بي وهي تكون عباره عن منافسه مصغره وغير رسميه يعني هناك اختلاف بين تجربة رسمية والتجربة كما نقولوا احنا ايسي صح قولي حوالي بارابور لي زاتليت تاعنا ولا بارابور كامل الناس ولا المشاهدين تاعنا اللي يحبوا يتعلموا التيرا لاك هذا ولا لي شون دي تير يدخلوا واش لازم لهم اسكو لازم لهم يكونوا ديجا منخرطين في لي كلوب ولا يقدروا يجوا هكا للسياج تاعكم يتيروا ويعاودوا يروحوا. احنا كنادي لولاية تيبازا احنا نبداو مع لي بوسا مع لي صغار من 8 سنوات حتى 14 سنة داكور احنا يبداو ما يبداوش يشدوا سلاح ديريكت يبداو احنا عندنا واحد لي سيبور يبداو بهم لاخاطش هي باش تشوف 10 امتار مع السلاح راهي صعيبه باش تلحق هذيك الدقه تاع الرقم اللي نوصلوا عليه لازم من صغرهم يولفوا اولا يعيش هذيك اللحظه تاع يعيش مع يشوف لاسيب ويحط ايوا ما يقدرش باش يجيب هذيك الرقم 10 راهي لازم لك ممارسه حوالي خمس سنوات فيما فوق. اسكو النادي تاعكم تابع تيبازا عنده دوكا ابطال اللي راهم في المنتخبات الوطنيه؟ عندنا ولا داروا منافسات دوليه جابوا دي ميداي شرفوا الكليب تاعكم شرفوا عندنا تيبازا؟ في سنه 2016 تخرج منا شفيق بطل افريقي وتاهل الى اولمبياد برازيل ريو دي جانيرو والان في اولمبياد طوكيو تاهلت منا هدى بمناسبة نحيوها بمناسبة نشكروك على التعب تاعك تاع بولاتي شفت ولاية تيبازا من أولها إن شاء الله إن شاء الله تجيب لنا ميدالية إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله وكما نقولوا رياضية بمستوى النخبة الله يبارك عندها مستوى وعندها نقدروا كما نقولوا نطمعوا فيها إن شاء الله ماشي
اليوم جبت لك رياضيه بارابور للسبور تاعكم سي دي بيطا حبدا اليوم ان شاء الله. نتمنى التوفيق فريق ا، نتمنى كذلك التوفيق لفريق بي. يادرا شكون راح يفوز في الاخر ان شاء الله، نعرفوا شكون فايز. يعطيك الصحه بارك الله فيك. دي زاد فايز، دي زاد فايز. كما كل مرة خاوتي، ليكيب أ وليكيب بي دائما كاين سوسبنس، شكون راح يربح، شكون اللي يخسر، وريزالتا تاعو راكم تعرفوا ما يحبوش كاع يخسروا، كل واحد يقول أنا ربحت، أنا خويا ما قدرت لكمش، نخلي دوكا الكوتش ولا المدرب أهل الاختصاص هما اللي يعطونا شكون اللي ربح وشكون اللي خسر، شوية سوسبنس، يهضر مراد ولا الوناس، تفضل شيخ. بون أولا ما نقدرش نحكم على هذه النتيجة لأن كانت بسلاحين مختلفين وهو بندقة. بندقية 10 متر مضغوط هواء مضغوط ومسدس هواء مضغوط ل 10 أمتار، وهذا يكون اختلاف لأنه لا يمكن يحكم بأرقام لأن اختلاف في لاسيبل تكون بمعيار، وإحنا معيار اللي ناخذوا به هو الآن الوضعية الصحيحة اللي يدير بها الرامي، والرامي اللي شفتوا اللي كان مليح في الوضعية رغم الرقم تاعو هو فريق بي اللي كان أفير شوا برك. لا لأنه النتيجة ما نقدرش نحكموا عليها بالأرقام. بون حاجة اللي حبيت نسقسيك، كان بيستولي وكان كانت كارابيل. إيه بندقية. بندقية، أنت قلت لنا من قبل، قلت لنا قبل ما نبدا واش ندافع على الناس مانيش ندافع على مورال، باش يفهموا مشاهدينا الكرام باش ريزالتا تاعنا عباك الخسارة ما يتفاهموش معها كاع. قلت لنا بلي البيستولي صعيب على البندقية. صح. واللي تيروا بالبيستولي قبل اللي كبي. ولي تيرو بالبندقيه اللي كيب تاع الناس اللي كيبقى كيفاش عرفت شكون اللي ربح انت باش نوضح؟ لان في الرامي يفوت على مراحل، مرحله هي اول مرحله هي الوضعيه الصحيحه تاع لا تكنيك يبوك باش تجيب الدقه، باش تكون في الدقه 90% تكون في الوضعيه الصحيحه. ومعظم انا شفت الرياضيين والمشاركين اللي شفتهم هما اللي كانوا يحكموا مسدس كانوا دايرين وضعيه صحيحه رغم الارقام اللي سجلوها، لان لا نستطيع حكم بين نتيجتين لان نتيجه تاع مسدس وتاع بندقيه هو الارقام غير مختلفه تماما ولا يمكن حكم حسب الرقم. الكوتش فهمتو قال لك انا ما نقدرش ندير نحكم شكون اللي ربح وش اللي خسر بارابور شحال النقاط، ولكن نحكموا على جلا تكنيك. حتى في الرياضة تاعنا حنايا في سبور دو كومبا كاين بزاف دي زاتليت ولا كيشوف روحو ربح وتكنيكمو ناقص، بعض لي كوتش ما يعجبوش يقول لك رابح كومبا مي تكنيكمو ماكش ملاح. صح. نظن الفريق الفائز هو فريق بي الوناس، انت وليكيب تاعك يا خويا غير خلصوا لهم شوا سي بون خوتنا، مبروك عليكم ليكيب بي. بكاينه حاجة، يبقى الهدف تاعنا هو القفص. يا درا في القفص
شكون راح يربح، ليكيب أ ولا ليكيب بي، الناس ولا مهرات؟ خليكم مشاهدينا الكرام قعدوا دائما تبعوا في برنامج تاعنا باش تعرفوا في لافينال كاع شكون راح يربح، مراد ولا الناس؟ شكون يحدي لاسينتور اكثر؟ يديها بزاف مراد، يديها بزاف مراد ولا يديها الناس؟ خليكم كل هذا تكتشفوه عن طريق الحلقات اللي راهم جايين. ربي يحفظكم، سلام. ني سبيسيال شويه، خرجنا على الجو تاع سبور والمنافسه، صولا جينا شويه رانا في تيبازا هنا، رحنا للكلب تاع لا بلونجي سو مارين، بديك داونا للشونديتير، درنا اكسبيريونس جديده، شفنا حوايج جدد، باه العبد يصولاجي شويه قبل الفينال، وبربي ان شاء الله العبد واجد فيزيكمون مورالمون. كيما تشوفوا درك احنا رانا بحدا البحر، الحق تفكرت على النابة وبالأخص حي سيدي سالم، أنا تربيت في حي سيدي سالم العريق، حي شعبي، كنت نسكن جوست قدام البحر، كي شفت لهنا تفكرت الكارتي وبربي إن شاء الله نجيبها ونفرح الأولاد ونفرح الوالد والوالدة إن شاء الله. بون هي الحمد لله سيتي اون جورني انوبليابل، شغل كانت اون جورني بلان سيربريز، حينا بها لا بريسيون هادية تاع لو تراكي لو ستريس تاع الفينال، وجات في وقتها سانسيرمون. وان شاء الله نكونوا واجدين وراح نكونوا في توب دو نوت فورم ان شاء الله نوت فورم. قالوا ساج اجي تي زد فايت سيزون 1 تي زد فايت ما كان بكاسا تي زد فايت ما كان بكاسا تي زد فايت ما كان بكاسا في بلاك نايت في بلاك نايت ماكاش حقاتها فايت كروشي باركيت غير تخفي لي يجيك اللو كيك لو كيك الواحد ريد معانا اخطيك من طريق العيانه سكه دهباني في يدك امانه ياك سلطان اللعبه ما في الخيانه ما في الخيانه اخطيك من الزنزانه طلع في المكان ردي الواليده راه عيانه وتعبانه نوضو كومباتي ما تبقاش متروح حلق ونطير جناحي مجروح ساقوش دروا طاح زيد نوضو قصح خاوة المينا والخير تمنينا شقينا وعينا سمينا الماكينة سلطن المدينة في كاسة المينا ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة في بلاك نايت في بلاك نايت ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة في بلاك نايت ديزاد فايت ديزاد فايت ديزاد فايت 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 Champion, winner, champion, winner, champion. شركة إير ستريت الرائدة في مجال العلامات الرياضية تأتي لكم بالجديد.
علامة بيك لأول مرة في الجزائر لترافق ديزت فايت، البرنامج الأول من نوعه في الجزائر. أرامي عصير مستخلص من ألذ الفواكه، كله بنا ذوق وحلاوة، بنكهات متنوعة ومنعشة، معاه تحلى اللمة والمتعة مضمونة. أرامي هو البنين. هذا البرنامج برعاية رامي.